انتوا بس يقولون ارهابي قول هذا رفيجنا. ليش؟ لان هذول الارهابيين بين قوسين اتقى ناس في العالم واشرف ناس في العالم واحسن ناس في العالم. كيف كيف؟ انا قابلت الملا عمر شخصيا، انا شرفت انا لي شرف اني قابلت الملا عمر وجلست معه، رجل ليس من هذا العصر، رجل ليس من هذا العصر، كان لا يستقبل وفود الغرب. روحوا يقول لهم الى كابول، انا في قندهار، هذيلا انما المشركون نجس. فهمت كيف؟ روحوا قابلوا وزير خارجيه، قابلوا احكوا سياسه، احنا قاعدين لكم هني. هذول ترى اللي ينفعون مع الغرب. اما عريقات وما عريقات او دحلان او هذول